ونشوف مع بعض ازاي تفاصيل عمل اكل صحي بنفس المكونات اللي موجودة عندك في باب التلاجة او في التلاجة او في المطبخ، وتوفر على نفسك زيارة دكتور تغذية، زيارة دكتور بيعمل اكل صحي وهكذا. تأكد نعال مع بعض النهاردة نعمل الكوسة المحشية بالزيت، المسمى العلمي بتاعها والطهوي في المطابخ العربية كوسة يالنجي، زي ورق العنب يالنجي. معانا كوسة ولازم تشتريها بنفسك انت، حبة صغيرة وتكون الحبة قد بعضها كلها بالشكل ده كده. معانا بقدونس، معانا شوية بصل ناعمين، بقتوم ناعم، معلقة فلفلة حلوة، ما ننساش عصير الليمون ودبس الرمان، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية كمون. مقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع، ولكن الطبق طبق صحي بيناسب كل أفراد العائلة الصغير والكبير. أنا مطلوب مني دلوقتي أعمل الحشوة بتاعة الكوسة. الحشوة اللي أنا أعملها دلوقتي ممكن نحشيها لورق العنب، ممكن نحشيها للكرنب زي ما أنت عايزة، ممكن تحشيها للبتنجان ونسميه شيخ المحشي زي ما أنت حابة. أدي شوية الرز الحلوين بتوعنا، مش هنكتر كده، الرز هيبقى قليل في الحشو. هنكسر من الخضار، ولكن طريقة تقطيع الخضار مهمة جدا، خلي بالك لازم يبقى متقطع ناعم وزي الفل. وقاعدة المغازي بتقول لك إيه؟ غسيل الخضار قبل تقطيعه مش بعد تقطيعه. معانا ورق نعناع أخضر بنقطفه كده ونسيب العروق، عرفنا خلاص إن العروق بتبقى مرة في قلب الحشوة. ده شوية ورق نعناع حلوين زي الفل. معانا بقدونس ناعم، خلي بالك تعرفي البقدونس من الكزبرة، ما ينفعش أحشي الكوسة ولا ورق العنب كزبرة خضرة، لازم بقدونس. إيه الفرق بين الاتنين يا مغازي؟ ورقة البقدونس بتبقى ورقة خضرة فاتحة ما بيبقاش فيه أطراف منها، ورقة الكزبرة الخضرة بتبقى خضار غامق. هناخد الخضرة الجميلة الحلوة دي كده بالسكينة الحامية ونفرم الخضار ده بالسكينة، بالشكل ده كده، السكينة تنزل كده فرمة ناعمة، كأنك بتفرميه لتبولة، شفت صوت السكينة نازل حلو ازاي؟ هو ده. زي الفل، نفس الطريقة، عايزك تتعلمي مسكة السكينة لفرم الخضار، سواء بتعملي طبق تبولة، طبق فتوش، وهكذا، حشوة ورق عنب، حشوة كرنب، هكذا، شفتي؟ زي الفل، وخلي بالك من الاخطاء الشائعه في تقطيع الخضروات ان احنا بعد ما نقطعها نفرمها تاني بالسكينه، كده بنفقد نسبه من السوائل بتاعه الخضار. خلي بالك القواعد العلميه لمسك السكينه وتقطيع الخضار مهمه جدا في المطبخ، بتخليكي عندك ثقافه طهويه لطيفه وجميله، وتشجعك انك تعملي اطباق مميزه. تقطيع الخضار بالشكل ده مهمه جدا. ملاحظين حاجه؟ ان السكينه ما فرمتش تاني ولا عدت مكان ما قطعت تاني. شويه النعناع دول هنا زي الفل، اخدهم كده بالراحه تحت السكينه برضه، يتفرموا ناعم لان النعناع فيه زيوت طياره، وانا عايز استفيد بطعم النعناع في الحشو. طبعا احنا حاشين شويه معانا، ولكن خلوني ازاي اوري لحضراتكم نعمل حشوه اليالنجي. ادي البقدونس الناعم ينزل على الرز، اللهم صل على النبي، شايفين كتير ازاي؟ حلو قوي. عايز اقطع كمان طماطميه ناعمه. تقطيع الطماطم للحشو بالطريقه دي كويسه، اتفقنا؟ ناخدها كده ونشيل القلب ده كده، ونفس الطريقه هنا. البلانشة بتاعتك طبعا تكون نظيفه، ما تكونش فيها زفاره، والسكينه وهكذا. نشيل دول خالص من هنا عشان بيبقى شكلنا وحش قوي على فكره لما تكوني بتعملي محشي وتعبانه يا عيني في حشو الكوسه، البتنجان، ورق العنب وهكذا، ونتفاجئ ان في الزهره او المكان القمع بتاع الطماطم ده كده موجود في الحشو، بيبقى في حاجه اسمها عدم اعتناء، مش انك انت مش بتعرفي مطبخ او انك انت مش مهتمه، لا، بيبقى في شويه عدم الاعتناء او عدم الاهتمام، خلي بالك، هي اخطاء بسيطه، ولكن برضو اللي قاعد بياكل ما يعرفش الكلام ده، يقول لك والله ده معقوله تحط بتاعه الطماطم في قلب الحشوه؟ يبقى شكلنا مش حلو، خلي بالك ده مهم جدا على فكره. انا بحكم على السفره وبحكم على الاكل الحلو من طبق السلطه. الطماطم تقطع بالشكل ده كده نفس الطريقه. مسكتك للسكينه بالطريقه دي مهم جدا، خلي بالك كل ما انا مش بقطع كتير على الهوا، لما بتيجي فرصة للتقطيع لازم اتكلم عن مسكة السكينة وفلسفة مسكة السكينة في التقطيع. صباعك ما يجيش على السكينة او على المستحد بتاع السكينة، مع الوقت هيبقى شكل الصباع ده مش لطيف، خلي بالك
يعني المطبخ هو مملكتك على طول، انت دايما تقفي فيه. هتقولي مش هعرف امسك السكينه ازاي كده يا مغازي، هتعودي، كل حاجه بالتعود بتبقى سهله وبسيطه. مش اختراع يعني. احنا كلنا اتعلمنا ومفيش حد مش بيتعلم. شفت ازاي؟ طماطم اتقطعت ازاي زي الفل. نفس الطريقه دي لو هتعملي طبق تبوله، الطريقه دي مهمه جدا. شايفه ميه الطماطم فين؟ في قلب الطماطم. البنات الشباب مش كلها غرقانه ميه والجو، لا. وبعدين تشتري الطماطم اللي ايه جامده، لما تيجي تعمليها سلطه او تعمليها تقطيعه زي دي كده تشتري الطماطم الجامده، الطماطم الطريه بتعمليها صلصه او تدخليها في الخضار. حلو. قطعت شويه طماطم حلوين، اخدتهم بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، زي ما هم كده بحطهم على البقدونس. مش لازم بقى لحمه مفرومه جوه الحشو، الموضوع هنا مختلف. خلي بالك دي سكه ودي سكه، خلي بالك، وده طعم وده طعم، وده مدرسه وده مدرسه. بصلايه ناعمه اهي، حلو قوي. فص توم ناعم، والتوم في ناس بتحب تاكله من غير ما تشوف شكله. حلوه دي، جت معايا ازاي مش عارف، في ناس تحب تاكله من غير ما تشوف شكله. ده دبس الرمان. وكان في طريقه لاكل التوم للي يحب ياكل التوم، يعني بما ان التوم مفيد جدا على فكره، نجيب التوم نشويه، راس التوم زي ما هي كده، كانت ام الله يرحمها تشويه في الفرن بعد الخبيز، تيجي ضربها لها مثلا خمس ست حبات بطاطس، خمس ست حبات بطاطا حلوه، خمس ست روس توم. والتوم المشوي ده يا اخوانا طعمه لطيف جدا، كانك بتاكلي فستق حلبي. دي معلقه هريسه حلوه، بتدي فليفر وتعلم الطعم. ايه البهارات يا عم الشيف بتاع الاكله دي؟ عصير ليمون دي البدايه. حلو، الله، حاجات لطيفه بثلاثه تعريفه، ولكن المطبخ مطبخ عالمي. زيت زيتون هنا طبعا هو البطل، خلي بالك، ولازم تكون غنيه بزيت الزيتون. البهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل، ادي فلفل والملح، تمام، كنترول على الملح زي الفل كده. وللامانه احط سنه بابريكا، ونقلب الخليط ده يا مغازي كله مع بعض. طبعا احنا معانا كوسه محشيه عشان احنا بنكسب وقت. نقلب ده كده. شفت الصوره الحلوه بتفاصيلها؟ دايما المغازي يقول لك ايه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. رز مصري بدانا بيه. هتقولي لي بقى اختراع وفلاسفه، يقول لك رز بسمتي، لا دي عايزه رز مصر. ليه يا عم الشيف؟ ليه رز؟ لانه غني بالكربوهيدرات والنشويات، وطعمه في المحشي ما اقولكيش، العالم كله يشهد له. رز مصري، طماطم، بقدونس، نعناع اخضر مفروم، دبس الرمان، عصير ليمون، ملح وفلفل، ثوم وبصل. خلطه كده لطيفه وجميله، الواحد يتصور جنبها، فيها تفاصيل كتيره. ناخد الكوسه بقى. كوسه بقى يعني ما تبعتيش مثلا، احنا كلنا عارفين الكلام ده كويس، والنبي وانت جايه مساعدة هاتي لي معاك 2 كوسه، 2 كيلو كوسه، هعملهم محشي زي ما عمل الشيف المغازي النهارده. انا مش عايز الجو ده. انزلي تمشي الغيط بتاع الخضار، تختاري الكوسه بنفسك وتشتريها، هتعرفي تعمليها محشي ازاي، وهتختاري حبه الكوسه قد بعضيها، وتختاري حبه الكوسه تبقى طريه ولطيفه وزي الفل. ده مهم جدا على فكره، وفي استمتاع حلو كده لما نشوف نعم ربنا عند الراجل الفكهاني، والالوان الجميله، الالوان اللي طالعه من خير ارضنا، اذا كان برتقان او يوسفيا او كوسه او بتنجان عند بتاع الخضار، بنستمتع واحنا بنشتري الحاجات دي. ده عندنا محشيه زي الفل اهي، تمام. هنبدا احنا نكسب وقت، ونحط الطاسه دي على النار، ونحط فيها شويه زيت زيتون. في عندنا حله على الجنب كده بتغلي، الحله دي فيها ميه، بخترع بوكيه جرنيه كده، جزر وكرفس وبصل وتوم، ده دايما معايا كل يوم بستفيد بيه في ليفر وطعم، بيغنيني عن مكسبات الطعم اللي بتستخدمها كل البيوت. بتلاقي كل الملوخيه اللي بتتعمل في العماره طعم واحد، مكعبات وميه وملوخيه، مكعبات وبتاع ولحمه وكبسه، خلي الطعم بتاعك مختلف. ازاي؟ دي الشطاره، ده مطبخ امي واكله امي. ما كانش فيه زمان مكسر، هي اصابع ايدك العشره بيطلع منه الطعم، هي باختصار شديد جدا، واحد واحد بيساوي 2. بصل، طماطم، كرفس، حبان، ورق لورا، وكل اللي عندك حطيهم في قلب الحله وخليهم يغلوا على النار، تكسبي وقت. حلو الكلام؟
وعندنا هنا الطاسة على النار أو الصينية بتسخن زي الفل. نبدأ إن احنا نحط الكوسة دي تتحمر. كوسة محشية بالخضار. هتقولوا لي إيه الدايت هنا والهيلسي؟ يا ست احسبها بنسبة 60% 80% يا ست الكل، يا أختي يا خالتي يا عمتي. أهو أهو، مفيش هنا طبعًا لا زبدة ولا سمنة ولا لحمة مفرومة ولا ليا. حلو قوي. اهو شفت الكوس اهو زي الفل اهو تمام. طبعا هحط دول كده زي الفل. خلونا بقى نشوف كم واحده كده نحشيهم مع بعض. خلونا وانا بحشي الكوسه دي اتكلم عن حاجات مهمه جدا في عجاله كده. حشوه اللي انا عملتها دلوقتي تقدر تحشيها لورق عنب اسمه يالنجي، تقدر تحشيها لكرنب، محشي كرنب بالزيت، هي قصه بالزيت هي الطريقه ديت. تقدري تحشي بتنجان يبقى يالنجي البتنجان، تقدري تحشي بطاطس زي ما انت حابه. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وسيبونا اعيش حكايه حشو الكوسه بخضره لطيفه جميله واكل هيلث النهارده. والصحه تاج على رؤوسنا، الصحه والوقايه خير من العلاج. تفاصيل صغيره مع مقادير بسيطه وسهله، المعنى كبير والطعم جديد. الكوسه في قلب الصينيه بتستوي. لازم تاخد الصدمه الناريه كده واشم ريحه الخضره ودبس الرمان في قلب الحشوه. معانا الحله بتاعتنا، بناخد بوكيه جرنيه منها كده. الله. ودايما لما تحط الشوربه تحطيها ايه من الجنب كده، ما تجيش على الفتحه بتاعت حبه الكوسه وتحطي، لا خالص كده بعيد كده. حلو قوي. تمام، هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف ونسيبها تاخد غلوه على النار عشان نكسب وقت. حلو الكلام ده، مهم جدا على فكره. ونوسع السكه كده، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا. تمام، ونحط دي هنا عشان نعمل فيها دبابيس الفراخ. حلو الكلام ده، مهم جدا برضو في مطبخك عندك على البوتاجاز. 4 عيون 5 عيون ربنا يزيدك، لازم تكوني واقفه في المطبخ كده عارفه انك بتعملي ايه. نفتح الفرن نشوف الكوسه مع بعض اللي انا حطيتها في طبق التقديم اللي هو البايركس او الازاز اللي انا هقدمها فيه، ودخلتها الفرن عشان اقدمها في نفس البايركس او في ايه ده؟ ايه الصوره؟ مش انا اللي عامل ده يا اخوان، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ قرن الفلفل الاحمر زي الفل في قلب الفرن، تمام؟ والصوره الحلوه من داخل الفرن بتفاصيلها على الشاشه. تعالى يا عم الشيف قول لي عجبك الصوره، انت هتستمر كده كتير ولا ايه؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. طلع الكوسه بقى وصلي على الحبيب قلبك يطيب. كوسه محشيه يا لنجي بالخضار. شوف التفاصيل مع القرن الفلفل الحلو. هخلي مكانها هنا لو تسمح لي. الله الله على الريحه الحلوه. تتكلم مصري لان هي تفاصيلها مع الرز المصري مش الرز البسمتي. خليها زي ما هي كده. اه مطبخنا النهارده له تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه شفناها مع بعض. بدانا بالكوسه المحشيه بالخضار وتفاصيلها من المطبخ الشامي، ولكن اللي عاملها مصر بخفه دم مصريه. ومعانا شوربه القرع العسلي هيلسي صحي 100%، دبابيس الفراخ كمان بطريقه صحيه. ولما اقول الوقايه خير من العلاج، والصحه تاج على رؤوسنا الصحاء، خلي بالكم وصحتك في اكلتك وفي مطبخك وفي ذكائك وفي قمتك وفي شطارتك للمطبخ، ده مهم جدا على فكره. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.